مرحبا فيكم في فيديو جديد من دبي. واليوم نحن في ضيافة مركز جذور للفنون وبيت الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم الحاكم السابق لدبي. والمبنى بني في منطقة خور دبي الشندقة التاريخية في منطقة بر دبي. وقد تمت إعادة بناؤه وترميمه كمتحف مع الحفاظ على النموذج الأصلي من خلال دمج أبواب خشب الساج المنحوتة بتصميمات نباتية وهندسية حديثة، ويعد اليوم مثالاً رائعاً للعمارة العربية التقليدية. انظروا يا سادة إلى هذه الكنب الملونة والتي تختلف بأحجامها وأنواعها وألوانها. وللأمانة فقد كنت منجذبا جدا إلى هذه الصحون الملونة، إنها فائقة الوصف، مختلفة الألوان والأحجام، وهذه الأواني المنزلية، وللمبنى إطلالة فريدة على الخور مباشرة. انظروا من خلال هذه الشبابيك نقدر أن نرى منطقة الخور، والله زمان على المسجلات من ماركة جنرال، المسجلات القديمة، وهذا جهاز الصوت من ماركة فيليبس، كانت ماركة مشهورة جدا ذلك الوقت. وخلينا الآن ننتقل إلى الغرفة الأخرى، غرفة التراس، وهنا نستطيع أن نرى أنواع متعددة وأشكال مختلفة من بكارج الشاي الملونة الخضراء والحمراء ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. ويا لها من ديكورات مدهشة هذه التي تعلق على الحائط، وهي صناعة يدوية من خوص الشجر، خوص شجر النخيل. ونقفز الآن إلى الغرفة الثالثة وتسمى المجلس العربي، والصوفات التي فيها هي على طراز مغربي خالص. وهذه مجموعة صور لعائلة الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم باللباس الإماراتي التقليدي، وهذا تنوع فريد لمجوهرات العائلة الحاكمة في ذلك الوقت. وكم يعجبني هذا الطراز الفريد من الكنب والفرش الموجود عليه. وهذا طراز قديم جدا من المذياع أو الراديو كما يسمى، بالإضافة إلى أدوات منزلية كالمرآة والمنبه. وهذه مجموعة متنوعة من خيوط الحياكة أو التطريز التي كانت تستعمل في ذلك الوقت. ويا له من فونوغراف أو جهاز تسجيل بالاسطوانات التقليدي، وهو جهاز تسجيل يستخدم لتسجيل الأصوات وبث الأصوات باستخدام ديسك متحرك.
وهذه غرفة الرسم وعروضات مختلفة. هذه صورة قديمة للشيخ خليفة بن سعيد. وهذه السلال المصنوعة يدويا كانت تستعمل في السابق للشراء والبيع وحمل الأشياء، وهي جميلة جدا وسهلة الاستعمال. وبختم معكم هالفيديو باللباس الإماراتي التقليدي للمناسبات مع قناع الوجه. تابعوني للمزيد من الفيديوهات.